فيها في كرة القدم. حتى الغير مشجع للشباب كان يستمتع بلعب الشباب. هذه انطلاقة أفونسو أصليهم في مساحات ضيقة، لكن المهارة تفرق. لعب الكرة تحولت بالرأس بشكل جيد على الطرف من خير الله، محاولة شبابية للظهيرين كأنهم لاعبين مهاجمين. ما شاء الله انطلق صوب. الله 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 الله، حسن معاذ على طريقة المهاجمين البارعين الرائعين. حسن معاذ الأسمراني على الطرف الأيمن راوغ الأول بكل هدوء، مر وكأنه يلعب في حصة تدريبية، مر من الأول وأمام أنصار الشباب، أمام أنصار الليث الذي يعلن رسالة بأنه يكشر عن أنيابه يا الفارو. وبالتالي في الجولة الثانية يتقدم الشباب بهدفين من الظهير المهاجم، الظهير العصري الرائع اللي تقدم مع كورة كانت علاقتها وحكايتها الهدوء والثقة والانطلاق والتصويبة، ومرت على ملائكة شال الصعبة لكن دخلت السهلة مع كرة حسن معاذ اللي لعبها قوية راحت سكنت في الشباك. هدف ثاني للشباب. الفارو ما كان يريده أن يسجل هدف ثاني، كان له ما أراد، سجل الثنائية وسجل الأفضلية مع تقدم كان متواجد أيضا المهاجمين والمدافعين لفريق هجر. كان الحقيقة حسن معاذ أخذ مساحة تقدم